طائر مغرد وسمفونية أمل جديد. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أهل المدينة، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: غياب المطبوعات الثقافية في عدن ناقوس خطر يقرع أبواب التخلف، هيئة أبحاث علوم البحار، مركز الرصد البحري وبوصلة الإنتاج السمكي، المخرج نيازي الكشي، الإعلام رسالة للنهوض بالوطن والمجتمع. جولة إخبارية سريعة نتلمس فيها أهم الأحداث خلال هذا الأسبوع. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عدة مراكز وأقسام في مستشفى الجمهورية والصداقة بالعاصمة المؤقتة عدن. الافتتاح شمل مجمع عيادات الأسنان في هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي الذي دمر في الحرب وقسم علم الأمراض والأنسجة، وعلى صعيد متصل دشن وزير الصحة افتتاح قسم الصحة الإنجابية في مستشفى الصداقة التعليمي العام. إلى ذلك اختتم الوزير باعوم زيارته الميدانية إلى مستشفى 22 مايو بالمنصورة، حيث زار جرح التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف جنود الأمن في عدن. التقى الدكتور الخضر ناصر الأسوار رئيس جامعة عدن بمجلس كلية الحاسوب بالمعلة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، وذلك للإطلاع على سير العملية التعليمية في الكلية واستعداداتها للعام الدراسي 2017-2018 والوقوف أمام مختلف الصعوبات التي قد تواجه نشاطها ورسالتها العلمية. وفي كلمة له أشاد رئيس جامعة عدن بالجهود الحثيثة التي تبذلها عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها التي دأبت على تلافي وإيجاد حلول مناسبة ونجاح عملية القبول والتسجيل فيها والمستوى العالي لاستقبال الطلاب المستجدين للعام الجديد. فيما ثمن الدكتور عادل سلام محمد عميد كلية الحاسوب الجهود التي تبذلها قيادة الجامعة لدعمها اللامحدود للكلية ووقوفها الدائم معها وتذليلها الكثير من الصعاب التي تواجهها خلال مهامها. شهدت عدة مديريات بمحافظة عدن تدشين الحملة الطارئة لرفع المخلفات المتراكمة للقمامة الناتجة عن عملية إضراب لعمال النظافة في وقت سابق في عموم مديريات العاصمة عدن. وكانت الحملة الطارئة للنظافة قد شملت منطقة الممدارة مديرية الشيخ عثمان وحي السعادة بمديرية خور مكسر ومنطقة القطيع بمديرية صيرة، كما تواصلت عملية الرش الضبابي والمواد القاتلة للبكتيريا للمواقع التي تم رفع القمامة منها. من جهته أوضح المهندس قائد راشد أنعم مدير عام صندوق النظافة عدن بأن الحملة الطارئة يشارك فيها فريق عمل وأكثر من 12 ناقلة يتم من خلالها رفع مئات الأطنان من مخلفات القمامة التي تراكمت خلال 4 أيام فقط من إضراب العمال الذي قد تم رفعه، وتحملت قيادة الصندوق مسؤولية رفع رواتبهم ليصل إلى 50,000 ريال لكل عامل. من جانبهم حث مدراء عموم المديريات المواطنين على أهمية التعاون مع عمال النظافة في وضع أكياس القمامة بأماكنها المحددة. تراجع النتاج الفكري واختفاء المطبوعات بأنواعها ينذر بكارثة ثقافية حتمية وتفاقم العنف وزيادة معدلات الجهل. حالة من الجمود والشلل التام للمشهد الثقافي في عدن الذي شهد تراجعاً مخيفاً خلال السنوات الماضية لم تشهد مثيله المدينة من قبل، وانعكس أثره سلباً على مستوى الوعي المعرفي المحلي. انقطاع المجلات الثقافية حاجة مهمة للمجتمع، خاصة نحن عايشين بالوضع هذا المزري، ضروري يكون في ثقافة، في علم، في تبادل الآراء. ما فيش تصدير من برا هنا لليمن حسب المشاكل والخلافات والحرب، ولا كانت تجي دائما متسلسلة. الآثار الجانبية أكثر والسلبية، أولا الحرب، الوضع الاقتصادي، التعليم، أصبح الإنسان الآن أصبح يتجه إلى لقمة العيش، يعني يتابع لقمة العيش، واختفى برضه الكتب من المكاتب والتصدير من برا. عدن الغد نصبح على عدن الغد نمشي على أخبار اليوم، هذا شغلنا.
غياب المطبوعات الثقافية العربية والمحلية المتخصصة والعامة واختفاء أعدادها الشهرية والدورية عن مراكز ونقاط البيع المخصصة لها أحدث فجوة عميقة في الهرم المعرفي وفي النهوض بالإنتاج الفكري، وعرقل عملية إحياء التراث وتشجيع جهود الابتكار والإبداع، وجفف منابع الخيال لدى المبدعين. صعوبة دخولها والشرائك المخصصة للبيع للتوريد، مثلاً الآن التوريد مختصر كله صنعاء بالضبط، إلى الآن ما فيش معانا حاجة. المطر يودع أمراض مرضى ويستقبل أمراض فقط لا غير، هذا حقنا. في السابق كانوا الناس يعني في بساطة وسلاسة وكل شيء متوفر، كل شيء موجود، يخرج الابن من البيت إلى المكتبة لجريدة الكتاب لأية. كانت الناس دائماً ثقافة صغير كبير يثقفوا كامل يعني، وكانت مجلة مثيرة جداً للأطفال. سلسلة طويلة من عالم المعرفة والروايات وعدد من المجلات الثقافية العربية المتنوعة كمجلة العربي ومجلة الفيصل والمثقف الصغير ومجلة اليقظة وعدد أخرى في مجال التوعية الصحية لم يعد لها مكان في رفوف المكتبات المحلية والأكشاك التي اقتصرت فقط على توزيع الصحف اليومية المتتبعة لأحداث المشهد السياسي في البلاد. صحة على ورقية ونرقض على ورقية، كلها يعني كلها مدوخة، كلها شتات الوطن. كانت تضيف لنا أشياء كثيرة بالتعليم، في الأدب، في الثقافة، في تاريخ البلاد، تطلع لنا أجيال وأجيال تخري أجيال، لكن هذا اليوم انعدم. انعدم جدا. عالم المعرفة، نوافذ، الثقافة العالمية، دبي الثقافي، دبي الثقافي كنت أنا أمشي في الشهر ما يقارب على 20 حبة، 25 حبة. عالم المعرفة 20 حبة. مجلة العربي 150، ما لك. الآن يجي الطفل يعني إلا نسى الحرب، الأطفال إلا نسوا الحرب، يجي مثلا يمشي هو وأبوه هنا إيش يقول؟ يشتري العربي الصغير، فين نجيب لك العربي الصغير؟ قد نسى إنه في كان حرب والناس عادهم عايشين في حرب. دور مكتبة الثقافة ضروري، وهذا لازم وواجب وضروري، وعلى المقيمين في مكتبة الثقافة أن يهتموا في الوضع هذا، وإلا إحنا بننتهي تاريخياً. الأحداث السياسية الساخنة والأزمات العاصفة بالبلاد وتقهقر الدور الفعال لمكتب وزارة الثقافة ومكاتبها في عدن والمناطق المحررة شكلت إحدى أبرز العوامل الرئيسية المؤثرة في خلخلة المشهد الثقافي وتغييب مقومات الوعي المجتمعي في كافة المجالات. الأستاذ محمد عبد الرحمن، مدير الرقابة على المطبوعات والمصنفات الأدبية والفنية، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية أستاذ الكريم، عدن كانت حاضنة الثقافات والسباقة إلى إصدار المطبوعات بكافة مسمياتها الصحفية، كيف تصفون اليوم المشهد الثقافي في العاصمة المؤقتة عدن؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في هذا البرنامج الجميل في اسمه ومضمونه. عدن صح كانت مدينة يسموها مدينة الأنوار، بعدن بهرب ذات كانت مركز للإشعاع الثقافي خلال مراحل طويلة من الزمن، وبالذات في بداية القرن العشرين ظهرت فيها أول ما ظهرت فيها الأندية الثقافية والروابط الثقافية والأدبية والمطبعة والصحف اليومية والأسبوعية، وكانت يعني شهدت صحافة مزدهرة جدا بعثات التعليمية للخارج والمكتبات الثقافية المتنوعة. نعم. لكن بعدين كانت الوضع السياسي العام في البلاد يأخذ دوره ويلعب دوره في والتقلبات السياسية الكثيرة التي مرت بها الفترة الآونة الأخيرة وسابقتها أيضا. بعد بداية 2014 و15 المشهد الثقافي باليمن تغير كامل، مش اللي في عدن فقط، ازداد تدهورا بأكيد تأكيد. توقفت استيراد الكتب والمطبوعات، توقفت عملية استيراد المطبوع، دخول الدوريات الثقافية، توقفت إصدار الصحف، وتوقف أيضا صدور الدوريات الثقافية اللي على قلتها. نعم. الموجودة في اليمنية بالذات ما فيش معارض ثقافية، توقفت تماما على مستوى اليمن. حركة تداول الكتب أيضا قلت، حياة الناس زادت أكثر
سوءا على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، وبالتالي اثر على اقتناء الكتاب، واسعار الكتاب ايضا ارتفعت بشكل كبير في السوق المحليه، لانه اغلبيه ما نستهلكه نحن او نتداوله من كتب تاتي عن طريق الاستيراد. ونحن انتاجنا الثقافي في اليمن يكاد يكون على سعر الكتاب، يكاد يكون معطل نسبه لا ترى بالعين مجرده حتى في الظروف العاديه. يعني ما تنتجه ما ينتج بالسوق اليمنيه من كتب يعني لا شيء لا يذكر. نعم استاذ محمد، على ماذا تعولون هذا السبب، هذا سبب الشلل الثقافي الموجود في البلاد؟ يعني ما هي الاسباب التي جعلت عدن واليمن كذلك بشكل عام تتدهور الى هذا وتصل الى هذا المنحدر الذي وصلت اليه؟ الحرب طبعا، الازمه السياسيه، ثم الحرب الداخليه، ثم التمر يعني العمليه السياسيه، وما رافق ذلك من حروب، او ان البعض يقول الحرب التحالف، والبعض يقول حرب العدوان، والبعض يقول ان هناك حربان في اليمن، حرب داخليه وحرب خارجيه، والتشريد للناس، واوضاع اقتصاديه صعبه، وتوقف شبه كل الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني الاوضاع الاقتصاديه في البلاد تلعب دور كبير جدا في ازدهار وتداول الكتاب. الحياه الاقتصاديه دمرت، يعني الحياه الاقتصاديه دمرت، يعني المصانع متوقفه عن العمل، الشركات، الناس واقفه على البطاله. نعم، يعني تقولون بطبيعه الحال ان الوضع الاقتصادي المتدهور مرتبط الى حد كبير بتدهور الوضع الثقافي كذلك. والوضع السياسي هذا مشكله عام، الوضع السياسي هو اللي على اساس المشكله اساسا. يعني هو الذي ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي والامني والثقافي نعم، ليس هناك مطبوعات ثقافية يمنية مثل ما ذكرتم، وإن كانت فهي محدودة جدا ولا تكثر. هناك كذلك مطبوعات ثقافية عربية مثل مجلة العربي ومجلة كذلك كانت تباع قبل فترة، يعني ليست ببعيدة قبل الحرب، مثل مجلة ماجد وغيرها من مجلات العربية من الدول العربية المحيطة. هذه مجلات ثقافية وكذلك مجلات تعنى بالطفل، الكثير منها لم نعد نراها في شباك بيع الصحف وغيره من الأماكن التي تبيع المجلات والصحف. أكيد، منذ بداية عام 2015 أو بالذات من شهر 4/2015 هي كانت توقفت عملية استيراد لكل المطبوعات والدورية الثقافية للتقييم الكويت، سواء العالم المعرفة أو العربي أو العالم من المسرح العالمي أو عالم الفكر. وفي مجلات كانت تأتي من عمان مثل التسامح ثم التفاهم ونزوة، وفي مجلات تأتي كانت من بيروت مثل المستقبل العربي، بالإضافة إلى الصحف ومجلات كانت تأتي من السعودية أيضا مثل إصدارات نادي جدة الثقافي، وصحف تأتي ومجلات تأتي من الإمارات مثل دبي الثقافية، ومجلة تصدر في أدبية روافد تصدر في الشارقة، وكثير كثير من المجلات الدوري الثقافي توقف. عالم المعرفة في الكويت كانت عبارة عن كتاب دوري يقدم خدمة كبيرة جدا للثقافة، توقفت تماما منذ شهر آخر عدد من هذه المطبوعات الثقافية كان بشهر 3. ما هي أسباب توقفها؟ الحرب. الآن تقريبا يعني الحرب انتهت، هناك الكثير من الأشياء التي عادت إلى الحياة من جديد، يعني الأسواق عادت، كذلك المشاريع يعني البناء، وهناك أشياء كثيرة عادت، لماذا الثقافة لم تعد؟ لأن حتى تطبيع الوضع السياسي والاقتصادي والأمنية في المحافظة الجنوبية المحررة كما يقال مجازا لم تطبع بشكل مطلوب حقيقة. قبل كان يتم عملية مركزة كل شيء في صنعاء، يعني كانت لما قبل إلى بداية عام 2010 كان بعض المجلات الثقافية نزوة والتسامح، بعض المجلات الكويتية تأتي عن طريق عدن مباشرة، عن طريق بعض المؤسسات التي تقوم باستيراد هذه المطبوعات، فمركزوها تماما في صنعاء. يعني تروح عن طريق مطار صنعاء، تجي عن طريق مطار صنعاء ثم تنتقل لنا. هي تأتي من عدن ثم تذهب إلى مطار صنعاء؟ لا، كانت أول تجي من عدن وثم تروح صنعاء، وبعضها لكن هم مركزوا كل شيء تأتي إلى صنعاء ثم تنتقل للمحافظات. الذين يستردون الكتب طبعا خاص شركة القائد ومكتبه في صنعاء أبادر وكذا، لا أدري سببهم، لا أدري ظروفهم وكيف يعيشوا، اللي كان يستردون لا أدري هم إيش اللي يمنعهم من يعيدوا استيراد وتوزيع هذه المطبوعات من عدن، ما ادري، ربما انه تقلبات. يعني لا يزال مكتب الثقافه في عدن يعاني من المركزيه، انه كانت تاتي له الكتب من صنعاء، ولكن الان وضع في صنعاء مبهم وغير معروف. حتى في صنعاء ما تستورد شايل الكتب المطبوعات، حتى في صنعاء لا وجود لها. المكتبات والاكشاك انا كنت في صنعاء قبل فتره خاويه على عروشها الا من الكتب ومن الصحف والمجلات اللي يصدرها الانقلابي.
يعني عمليا ملات هاي الدوريات اللي ذكرتها وغيرها اللي كانت تصل لليمن عن طريق صنعاء وعن طريق عدن لم تعد موجوده منذ شهر 4/2015 هذا كامل. نعم. حتى مجله الدوحه كانت معها اصدار دوري كتاب دوري مجاني يوزع لم تعد تاتي. لماذا؟ ربما انه كانوا اصحاب مؤسسه الاستيراد للمطبوعات يشوفوا ان السوق الناس ظروفهم معيشة صعبة ولقد لا يقدروا على شراء الكتب لأن حركة تداول الكتاب والقراءة تعتمد أيضا على مستوى المعيشة للناس بشكل أو بآخر. القراء ربما قلوا كثير، الدولار ارتفع سعره بالمقارنة مع الريال، يعني العملة صعبة، العملة اليمنية تنهار يوم، الحياة أيضا مش مستقرة. اللي بيجيب لي كتب من عمان، مجلة دوريتان من عمان بيخضع للتفتيش وبيخضع للرقابة في منفذ شح مهرة وبيصل لهنا، وربما هو يتخوف، ربما يتخوفهم من أشياء كثيرة جدا. لا أدري بالضبط ما الذي يمنعهم، لكن عمليا إنه هم التاجر أكثر حساسية في معرفة مدى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ومطالبة السوق. أستاذ محمد، غياب هذا يعني المشهد الثقافي الغائب بشكل كبير عن عدن واليمن بشكل عام، كيف أثر ذلك على الجيل الذي خرج بدون أن يرى مطبوعات وبدون أن يقرأ مصنفات أدبية أو فنية؟ المناشط الثقافية في عدن مش تأثر على غياب أو توقف حركة الكتب وتداول الكتاب والمطبوعات كذا، بل حتى وهذا من قبل فترة طويلة إنه النشاط الثقافي الرسمي للدولة انتهى، يعني الدولة رفعت يدها عن الثقافة، لا هي لا تدعم الثقافة إلا في المناسبات في الأعياد الثورة والمناسبات الوطنية تعمل لك برع وهرج ومرق وهكذا تصرف عليها ملايين، لكنها تطبع كتاب، إنها تعمل مكتبات، إنها تدعم الكتاب، إنها تدعم المكاتب الثقافية في المحافظات لتقييم أنشطة، هذا أصبح مستحيل من بعد 94 بالذات ألغيت حاجة اسمها بند نشاط ثقافي فني بكل ميزان الثقافة. نعم. ألغيت. والمجتمع نفسه لما قبل 2011 كان في تضييق أيضا للحرية الثقافية، كان في تدمير المؤسسة الثقافية بعدين بعدين دمرت المؤسسة الثقافية، دمر المسرح، دمرت فرق مسرحية، دمرت فرق فنية، دمرت مؤسسات إنتاج يعني استيراد وزع مطبوعات تابعة للدولة كانت، دمرت مكتبات كانت تبيع الكتب بشكل أو بآخر، المكتبة الوطنية توقفت عملها. هناك أثر عندما لا تقرأ الناس تتصحر عقولهم تصبح خوف غافي، وعندما تتصحر أيضا تحول الناس إلى يميلوا أكثر إلى الأمراض الرذيلة والعنف، نزعة العنف تزداد. فبعد ما قرأ حتى بعد تحرير المناطق الجنوبية والشرقية هذه والنشاط الثقافي كما قلنا أنه توقف نهائيا حتى بنهر الكتاب، ازدادت حجم التواجد وثقل وطغيان الري الاتجاه الثقافي الواحد. وعندما يغيب التعدد الثقافي ومجالات القراءة المتعددة بمختلف الأفكار والثقافات ينتشر الثقافة الواحدة، والثقافة الواحدة واللون الواحد أحيانا وخاصة إذا كان ممزوج في نزعة متطرفة يزيد شيء. نعم، نزعة التطرف دائما إلى أي جهة كانت تزيد من نزعة العنف لدى الناس. أكيد. وهي تزداد نزعة التطرف عندما تخلو الساحة من وجود التعدد الثقافي. من وجود التعدد الثقافي والفكري في المجتمع هو الذي يزيد يؤدي إلى زيادة الرأي الواحد والفكر الواحد، والفكر الواحد والرأي الواحد هو بالضرورة متطرف. ترون ما هي أسباب تراجع الإنتاج الفكري في اليمن وفي عدن كذلك بشكل خاص؟ يعني صحيح أنه قد لا تكون هناك مطبوعات، قد لا يكون هناك دعم من قبل الدولة للثقافة، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك يخرج أشخاص يعني ينتجون نتاج فكري، يؤلفون، يكتبون الشعر وما إلى ذلك، يسعون كذلك إلى النهضة بالثقافة من جديد في عدن وفي اليمن. ما هي أسباب تراجع هذا الإنتاج الفكري؟ يبقى عدم الاستقرار السياسي والأمني سبب من الأسباب الرئيسية. السبب الثاني إنه ربما الواقع هذا والواقع المعيشي لا يشجع الناس على الإبداع والكتابة. الشيء الثالث إنه ربما هناك نتاجات كتبت أو
تم اعداد وجزء من سواء مجال القصه والروايه والفكر والشعر والادب والثقافه بشكل عام والفكر، وهي موجوده في حبس الادراج لان اصحابها لا يستطيعون عدد نشرها. اولا لا توجد في المطابع حديثه بالنشر لعدم قيمه، يعني تستطيع ان تقيم ان تنتج وتطبع كتب ثقافيه ضخمه. امكانيه هؤلاء ايضا الكتاب والمثقفين نعم امكانيه مدياله صوتهم في اغلب الاوقات ضعيفه، صعبه جدا، ضعيفه جدا جدا. هل ترون اليوم في عدن ان هناك من يحارب ويقف ضد تيار التعدد الفكري في عدن؟ اكيد، الذين لا يؤمنون بالتسامح ولا بقبول الاخر. التسامح او قبول الاخر هو جوهر التسامح، والذي لا يتسامح هو متعصب، والمتعصب هو الذي يشتهي ان تنتصر فكرته وينتصر رايه ولا يتردد عن استخدام القوه في سبيل القضاء على الاراء وافكار الاخرين. هناك موجه للتعصب في عدن غير مخيفه، ومع ذلك المجتمع يقاوم. هناك انشطه تقوم بها شغل يعني الناس بجهود ذاتيه جدا، وهي الوساطات لبيع الكتب اللي تقام في ساحه المناره قبل اسبوع واسبوعين، وكانت تقام العام الماضي اصحاب نادي الناصر يقاوموها 3 مرات 4 مرات. هذه كلها محاولات مشكوره من اصحابها بامكانيات بسيطه جدا جدا وبجهود ذاتيه بسيطه جدا، ومع ذلك هناك من قدر القنبله على صوت دخانيه على الشباب كانوا يرسمون ويبيعون لوحات فنيه في ساحه المناره في كريتر، وهم لا يغنون ولا يرقصون على لغتهم، هم يرسمون لوحات فنيه جميله ويبيعوها مشان على الزائرين، يعني لكل واحد على الاقل يوفر قيمه الفرشه واللوحه اللي يرسمها. ومع ذلك قدروا عليهم بقنبلات دخانيه، وقس على ذلك انه كيف اللي بيلقي محاضره ولا اللي بيجي يعمل ندوه ولا اللي بيجي وهم يراؤون الشباب قد يتعرضوا للاغتيال في ظل هذه الاوضاع الامنيه المضطربه. حصلت للشباب، كانوا يمارسوا احد هؤلاء الشباب معه الاجتهادات الثقافيه في مجال الاعجاز العلمي في القران الكريم، وهذا رايه واستند الى اراء فقهاء وعلماء الدين لهم ارائهم في الاعجاز العلمي في القران، وطبع الكتاب في الكويت وتعرض لمحاوله اغتيال، والان ترك البلاد وجزء محمد علي عطبو يسمى، وقبل عمر بطويل وقبله مجد عبد الرحمن وقبله هم شباب. أستاذ محمد، دوركم أنتم كمثقفين ودوركم كعاملين في مكتب الثقافة، ما هو الدور الذي تقومون به للخروج للثقافة من هذا النفق المظلم الذي تعيشه في ظل هذه الأوضاع المضطربة على جميع الأصعدة؟ لا تسأليناش عن الدور الذي يمكن تقوم به الثقافة في عدن كجهة رسمية، يعني كمكتب الثقافة هذا مغيب ولن يصحو. لماذا؟ ما هو السبب يعني؟ لأنه مبرمج كذا من بعد 94 بالذات ان هذا المكاتب الثقافيه المحافظات دورها مناسباتي، دورها لا تنتج ثقافه ولا تشجع على انتاج الثقافه، هي تراقب على المصنفات وعلى تراخيص سيره الكتب والمطبوعات وعلى يعني هذا كان بسبب النظام السابق، بسبب نظام علي عبد الله صالح عود الثقافه في اليمن تكون على دمر هذا الاسلوب. دمرها، انت تعرفين انه ميزانيه الثقافه مكاتب الثقافه وصلت بها 3 إلى 10,000 ريال في الشهر، يعني ما تجيش تكاليف حق الاتصال حق التليفون. بعض المحافظات وهم بعض اكثر اكبر محافظه كم من 100,000 ريال حق قيمه ورقيات وورق واتصال تلفوني وعقل، يعني لا توجد تشجيع الثقافه. لكن دور المثقف ومؤسساتهم اتحاد الادباء الذريه، ايضا اتحاد الادباء الان تعرض المبنى الاتحاد اللي كان يدر عليهم دخل، يعني كان يجروه ويستخدموه منه في عمل المناشط الثقافيه، ارجع الحرب دمرته، وهناك الان انبسط على ارضيته. مقرهم في كريتر في عدن، ايضا مقر الفرع في كريتر في عدن يعني وضعه مزري، يعني تعرض للتدمير والضرار من اثناء الحرب 2015. مؤسساتهم موقفه، ميزانيتهم بلا دعم. هناك ايضا لا زال هناك تضييق على الحريات الثقافيه، في تضييق مش من الدوله ولا مؤسسات، لكن الدوله في هذا الجانب، في هذا الجانب يتعلق بالحريه الثقافيه هذا مسكوت عنه. اذا كان هناك جماعه ستمارس الضغوط، الدوله سواء من قبل الثوره 2011 او ما بعد او قبل او مسكوت عنه، ربما كثير من البلدان العربيه ما يتعلق بالثقافه وقمع المثقفين الانظمه الحاكمه تسكت عنه، إن لم تمارسه هي تسكت، تخلي الجماعات المتطرفة تمارسه وتسكت ولا تحمل أحد ولا تحمل المثقفين، لأنها قد تكون هذه الجماعات مدفوعة أصلاً من بعض الجهات الحكومية. هذا شيء مسكت عنه دائماً، هذا
على الاقل هذا المجال صرف الانظمه هي بالضروره بالتاكيد انظمه لا ديمقراطيه انظمه يعني لماذا ترى الحكومات ان المثقفين هم عباره عن بعبع يهدد مكانتهم او الكرسي الذي هم يقعدون عليه؟ لان دورهم التنويري يرهبهم، لكنهم لو كانوا يحملوا سلاح ولا يحملوا قنابل ما بيرهبهمش، بيمارسوا معهم القمع ويدخلوا بالسجون ويستفيدوا منهم. هم من يمتلك السلاح ويستخدم العنف. الانظمه المستبده والفاسده اساسا هي منظمه فاسده ومستبده، تدخل معهم في تنازلات إنه هذا المجال الثقافي ومجال الفكر والثقافة لكم، سجدوا فيه، اقمعوا الناس فيه، اقمعوا هذا، يسكتوا. ومجال السياسي هذا اللي تتعلق بنا لا. هل ترى أن الناس يعني نحن الآن كجيل خرج محروم من مستوى ثقافي معين يجب أن كنا نصل إليه يعني أو حتى نقاربه، ترون أن لدى هذا الجيل القابلية لأن يتشبع ثقافياً أو أن يترك السلاح ويترك المظاهر العسكرية التي أصبحنا نراها في كل مكان ويتجه نحو الثقافة، نحو القراءة، نحو التعلم؟ تعرفين أن هناك أمية وهناك ارتداد شديد كبير، يعني محل الأمية البلدية تزداد بشكل كبير جداً في المجتمع اليمني الآن. بعض المحافظات وصل إلى 70% من نسبة الأمية بين الذكور والإناث، ربما بين الذكور والإناث زاد. صحيح. وهو يزداد كذلك سنة بعد أخرى. التعليم يتدهور بشكل كبير جدا وأصبح عبارة عن شهادة تمنح لمن يحضر، تمنح لمن يحضر المدرسة ولا يرسب، والآن تمنح لمن لا يحضر حتى. المهم أن يشتري. المهم أن يشتري الشهادة. ووسائل الثقافة ووسائل الاطلاع محدودة أيضا. الفكر الواحد والرأي الواحد هو الذي يتسيد، وهو الذي يمتلك الإمكانيات، وهو الذي يمتلك المؤسسة الثقافية الخاصة به، يعني يمتلك أشرطة ويمتلك الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي ويمتلك كتاب ويمتلك كتاب معلومة ورخيصة ما زالت موجودة الكتب. الفكر والرأي الواحد وهو رأي يقدم نفسه على أنه حامي حمى الإسلام وكذا، لكن مع ذلك المجتمع لا يمكن أن يكون أن يستقر أو يستكين أو يخضع للرأي الواحد والفكر الواحد. الله سبحانه وتعالى خلق الناس متعددون في أفكارهم وآرائهم وقناعاتهم، وبعناكم شعبا قبل تعرف ولو شاء ربك لجعلهم في الأرض لا آمنوا في الأرض أجمعين. وهناك آيات قرآنية كثيرة تؤكد على أنه ولا يزال الناس مختلفون ولذلك خلقهم. لكن متى سيصح هذا المجتمع؟ أكيد سيصحو، أكيد سيتعلم من هذا، من هذه المآسي اللي أكيد إن هذه الجماعات التي تتعيش على القتل، على الدماء، على ترسانة القمع العسكرية، على 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 متجرب بأرواح الناس وبالسلاح، أكيد يوم من الأيام ستنتهي أو ستضعف أو ستصحو من غفوتها وسباتها العميقة أو من تطرفها على الأقل. وربما المجتمع ينتج يصبح يوم من الأيام متعايش. لو آمننا في التعايش وفي تعدد الأفكار والحقوق والمواطنة المتساوية سننهض. لو آمننا بحق الناس في التعدد الثقافي والفكري سنعيش وسنهض هذا المجتمع. أستاذ، كيف تقترحون يعني هل نريد أن تقترحوا لنا بعض الحلول لكي ننهض بالثقافة في عدن؟ هل ثمة حلول تلوح في الأفق لكي تسترد عدن مكانتها ولو حتى تقترب من هذه المكانة التي كانت لها سابقا؟ لا أقدر أقول لك إلا أنه على إذا تم تطبيع الوضع السياسي والأمني بشكل وقرأ حماية ودور الدولة في حماية الناس وحماية حريات الناس وانتزاع هذا الخوف الذي نعم يكبح تعشعش داخل قلوب الناس، داخل قلوب الناس المثقفين والأدباء والكتاب والذين يريدون أن يتعلموا ويقرأوا، وعادة الحياة الاقتصادية وتم تحسين وضع الناس، هذه تكون مقدمات رئيسية لنهوض ثقافي، إضافة إلى متطلبات النهوض الثقافي نفسه المرتبطة بالثقافة مثل إعادة بناء مسرح بجد، قصر ثقافي في عدن. الأموال، تلك الأموال التي تهدر في مجال الحرب وكذلك تهدر لأجل التسليح العسكري المستمر، يجب كذلك أن تضخ في مجال الثقافة. لو ضخ حتى 10% منها، لو تم
تسخير 10% من ما ينتج ومستهلك في الحرب على الثقافة والإبداع لازدهرت البلاد، بل تقلص حجم الاندفاع نحو العنف بشكل كبير جدا جدا. والله كانوا الناس يصبح الناس يتسامحون ويتقبلون بعضهم البعض، ومع ذلك هناك في المجتمع اليمني ما لا زال متسامح، ليست الامور كما تتوقع على اخرين. لولا وجود هذا التسامح، لولا وجود اخلاق فاضله في هذا المجتمع تكبح، ولولا وجود قيم هي التي تصير الناس الدوله لا وجود لها والامن لا وجود له بحمايه الناس اكيد، لكن مع ذلك نسبه السرقه، نسبه السطو، نسبه القتل، نسبه بالمقارنه مع حجم السلاح، مع موجود الجماعات المسلحه، مع الشحن الاعلامي الضخم، الاعلامي الضخم لخلق الفتنه داخل المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التناقل تداول المعلومات والاخبار والكذبه والصحه وغير، مع ذلك المجتمع يقاوم، المجتمع متماسك لحد كبير، يعني في قيم اخلاقيه متراسخه فيه، ما زالت تمنع الانهيار الشامل. وهذا المجتمع ممكن ينهض باي وقت اذا جاءت اراده سياسيه حقيقيه. نعم، هذا الامل الذي سنظل متمسكين به. انا من خلال هذا البرنامج وهذا الجميل انه ادعو انه اصحاب مؤسسات استيراد وتوزيع المطبوعات الخارجيه وبالذات الثقافيه، المجلات والدوريات، ان يفكروا وبجديه ويعملوا بجديه على اعاده استيراد هذه المجلات، سواء من الكويت او الامارات او السعوديه او عمان وكذا، وتوزع على الاقل في المحافظات الجنوبيه والشرقيه التي تسمى محرره، لكي نشعر على الاقل بمعنى كلمه محرره، ولكي نشعر بقليل بمعنى اطمئنان عندما نجد مطبوعه ثقافيه والدول اللي تعودنا على قراءتها، وخاصه الناس اللي والشباب اللي ممكن يحب القراءه، وهي مجلات ثقافيه جميله هذه كانت ومفيده اصلا، وهي مش لا تحمل اتجاه سياسي. كيف ترون دور المدارس والجامعات في زرع الثقافه وكذلك زرع الاهتمام بالجانب الثقافي عند الطلبه والطالبات؟ الجامعات تلقن والمدارس تلقن منهج، حتى الجامعات تلقن محاضرات يعدها الدكتور وتتعلق في مادته وتخصصه روح، يعني وضع الجامعة ممكن تكلموا عنه أصحاب الجامعة وهو وضع مزري، الهياكل الموجودة قدامك والكم الطلبة اللي يروح يدرسوا، لكن المخرجات هذه بالنسبة تتعلق بانعكاسها على الوعي الثقافي للناس ربما تكون محدودة، إلا لمر يعني الذي عنده رغبة أن يقرأ ويطالع وكذا، مجال الثقافة أيضا على الإنترنت والوسائل التواصل الاجتماعي. هذا بالنسبة للجامعة والمدرسة؟ المدرسة أنا أقول تنهد كأن الوضع هو أكثر سوءا من الجامعة. جدا بما لا يطاق، التربية والتعليم والمدارس تدهور كل يوم، ويعني الذين تخرجون ما قبل عام 2010 كانوا أفضل من تخرجوا بعد، من اللي تخرجوا عام 2000 قبل عام 2000 كانوا أفضل من تخرجوا بعد 2000، يعني اللي تخرجوا عام 2005 أفضل من اللي تخرجوا عام 2006، وفي هناك مؤشرات كثيرة جدا تدل على هذا. المدرسة تدهورت، لا تخرج إلا صاحب شهادة، صاحب شهادة فقط يحمل شهادة استلمها بحضور أو بدون حضور، المهم معه شهادة. أستاذ محمد عبد الرحمن، هل هناك رسالة أخيرة تحبون توجيهها من خلال هذا البرنامج؟ شكرا جزيلا، بس أتمنى إنها أن تستعيد عدن عافيتها الثقافية والأدبية كما نرى للثقافة والفكر. أتمنى أن تتسارع خطى الناس سواء في الحكم أو خارج الحكم إلى تطبيع الأوضاع العامة في هذه البلاد وهذه المحافظة بالذات، والحفاظ على أمنها واستقرارها. هذه المدينة تستحق منا كل خير. شكراً جزيلاً. الأستاذ محمد عبد الرحمن، مدير الرقابة على المطبوعات والمصنفات الأدبية والفنية بمكتب الثقافة عدن، شكراً جزيلاً لك. بلد يمتلك شريطاً ساحلياً بطول 2500 كيلومتر لابد له من دراسة وتحليل وإحصاء، فكان عام 1983 الذي تأسست فيه الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والموارد المائية. مع وجود مياه إقليمية لها طبيعتها الخاصة يجاورها ميناء عريق اكتسب أهميته دولياً
تشكلت هيئة أبحاث علوم البحار في عدن كمركز هام يختص بدراسة البيئة والموارد السمكية في البحر الأحمر. عام 1983 تأسست الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والموارد البحرية في جزيرة العمال بمحافظة عدن كمرفق حيوي يمارس أنشطته في مجال الأبحاث والدراسات العلمية للأحياء والبيئة البحرية. منتصف ستينيات القرن الماضي تشكلت النواة الأولى لأبحاث الثروة السمكية في جنوب اليمن بمدينة المكلا محافظة حضرموت، وكانت المحطة الأولى في المنطقة التي بدأت بالدراسات والأبحاث في مجال الثروة السمكية. وما إن جاء العام 1972 حتى تأسس مركز التدريب والأبحاث لمصائد الأسماك في عدن، تلا ذلك إنشاء إدارة الأبحاث السمكية، ثم أخيراً تشكل مركز أبحاث علوم البحار في جزيرة العمال. يتركز نشاط الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار في مجال الدراسات والأبحاث البيولوجية للأحياء البحرية والمصائد، معتمداً على قسم الأحياء المعني بدراسة الأسماك القاعية والسطحية والرخويات والقشريات، والإحصاء السمكي يعمل في نطاقه 18 باحثاً وخمسة فنيين. قسم علوم البحار ومركز تربية الأحياء البحرية ومركز التلوث البحري جميعها تشكل أعمدة أساسية في البناء المؤسسي للهيئة، إلى جانب الدراسات والأبحاث الخاصة باستزراع الأحياء البحرية ودراسات التلوث البحري. لقد اكتسبت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار مكانتها من أهمية دورها ومهامها الوظيفية التي تهدف من خلالها إلى معرفة الصفات البيولوجية للأحياء البحرية وتقييم وضعية الموارد البحرية في المياه الساحلية اليمنية. تحرص هيئة أبحاث علوم البحار على مراقبة التغيرات القصيرة والبعيدة المدى للعوامل الطبيعية المؤثرة في تشكيل التجمعات التجارية للأحياء والبيئة البحرية، بالإضافة إلى تنمية مصائد الأسماك وحماية البيئة من التلوث، وتقديم توصيات ومقترحات متعلقة بالاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد البحرية. تعمل
الهيئة على إنشاء حظيرة للأسماك في الجزيرة بهدف إجراء الدراسات والأبحاث، واختير موقعها غرب مبنى الهيئة في المنطقة البحرية، وهي منطقة ضحلة تتأثر عموما بحركة المد والجزر، حيث يبلغ ارتفاع المياه في حالة المد 4 أمتار وينقص في حالة الجزر إلى حوالي مترين. لدى هيئة أبحاث علوم البحار اليوم في مختلف فروعها أكثر من 90 باحثاً ومساعداً، هم من حملة الدكتوراه والشهادات العليا، بالإضافة إلى اختصاصيين فنيين تم تأهيل غالبيتهم إقليمياً وخارجياً. كما تحتفظ الهيئة بمتحفها المزود بأصناف الأحياء البحرية ومكتبتها الغنية بالأبحاث والمراجع العلمية المختصة بشؤون البحار. امتهن الإخراج واعتبره طريقا لبث رسائل فحواها النهوض بالوطن والمجتمع. إنه المخرج نياز الكشي. أحب الإعلام ومارسه رغم محدوديته في عدن، فصار من أشهر ممتهنيه تصويراً وإخراجاً، وأوجد لنفسه طريقاً إبداعياً خاصاً لا يعرف اليأس، ويحلم فيه يوماً إثر آخر بالتطوير والرقي في مجال عمله. إنه المصور والمخرج نيازي محمد أمين الكشي. العمل الأساسي اللي أنا أشتغله هو إخراج، لكن نعمل في مجال التصوير، والحمد لله يعني أجيد التصوير إجادة تامة، أشتغل مونتاج برضه، لكن كما يقولوا الهواية أو اللي نعتبرها الوظيفة المحببة لي هي الإخراج بشكل كبير، لكن مع الوضع الموجود فلا بد إنه إحنا يعني في أثناء بعض الأعمال وكذا ممكن أنزل مصور، يعني ما يمنعش إن أنا مخرج أنزل أصور بعض الأعمال أو أشارك بعض الأعمال مع غيري كمصور، مثلاً في بعض التقارير الإخبارية كأنه في الفترة الماضية كنت أشتغل مع قناة الكويت كنت مصور، فكنت أنزل مصور، فما في عندي أي إشكالية في هذا الاعتبار إنه الوضع مفتوح. بدأ نياز الكشي التصوير مع نهاية تسعينيات القرن الماضي مع الجمعيات الخيرية لإبراز شيء من حقيقة المعاناة التي تعيشها الكثير من الأسر الفقيرة في عدن، وأخذ الأمر يتطور معه من مجرد هواية إلى مهنة واحتراف. مع إدراكه بأن الإعلام رسالة، حمل نياز الكشي قناعته وبدأ ببث رسالته عن طريق التصوير والإخراج إلى الناس، آملاً في وصولها بالشكل وعلى الهيئة المطلوبة. أول ما مارست التصوير كنت مارسته مع أحد الجمعيات الخيرية، كنت دخلت معهم باعتبار أني مصور أحب مجال التصوير، فكانت الوضع كان في تلك الفترة ما زال التصوير شيء غامض ما حد دخلوا فيه، وبالذات في الجانب الجمعيات الخيرية وكذا، فحبيت أن أنا أبرز الأعمال التي تشغلها الجمعية بشيء من الحقيقة، وإظهار أنه الوضع يعني في بعض الأسر وبعض الحياة الفقيرة تعيش حياة مأساوية لابد أن احنا نظهرها، وفي نفس الوقت أظهر ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية من فعل خير للناس، فكانت هي هذه بادرة العمل الحقيقي، والحمد لله تطورت تدريجيا واحد بواحد، يعني بدأت أنا حتى ما دخلت في مجال التصوير كانت عبارة عن هواية فقط، لكن الحمد لله بدعم برضو من المؤسسة اللي أنا اشتغلت فيها كانوا يحاولوا أنه يعني ما دام انك تشتي تصور ممكن اخذوا لي بعض الكاميرات، اخذوا اشياء، حاولوا ان يعطونا دفعات من المعنويه اكثر ما هي ماديه، لكن الحمد لله نهضت فيبي وبدات اخذ العمل باتجاه انه والله هذا هو الان العمل اللي لابد ان احنا نمارسه بشكل كبير جدا.
يسعى نيازي الكشي دوماً إلى إنشاء موطئ قدم له بين مئات الإعلاميين في اليمن عامة وعدن بشكل خاص، في محاولة منه لحفر بصمته المميزة وإيصال أهدافه المرجوة. حاول إن أنا أكون لي قدم أو بين أقدام الإعلاميين الموجودين في عدن سواء أو على في اليمن بشكل عام. أحاول إن أبرز بعض الأعمال، طبعا في إعلاميين كثير لهم أعمال كثيرة، فالمنافسة يمكن تكون كبيرة، لكن أنا ما أحاولش إنه أدخل بالمنافسة بقدر ما أنا أحاول إن أنا العمل الذي أنا أحطه تكون له بصمة، له هدف، له يغير شيء في المجتمع، وهذا هو المهم بالنسبة لي. أخرجت الحرب التي شنتها قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي مكنونات الإبداع لدى نيازي، فكان الفيلم الوثائقي دواعش عدن الذي أظهر كذب مرتكبي الحرب وأبرز بشاعة ما حدث. من أهم الأعمال اللي شعرت أن أنا قدمت شيء لمجتمعي بشكل كبير كان هو عملين. العمل الأول هو دواعش عدن، بالذات بعد الحرب الذي حصلت لعدن وما حصل فيها وما كذا، أنا ومجموعة من الشباب، طبعا هذا كان بدعم من محافظة عدن، من ديوان المحافظة، قمنا بإنتاج فيلم وثائقي يتكلم هذا الفيلم عن ما حصل في عدن في تلك الفترة، فترة الحرب، وكيف هذه الحرب الجائرة غيرت مكنونات عدن، استهدفت الأطفال، استهدفت النساء، استهدفت المنازل، استهدفت الآمنين في المنازل، وما حصل خلال تلك الفترة إلى أن انتهت الحرب، ومن هم يعني التصور اللي كانوا يحاطينه أنه عدن فيها دواعش وأنه هذا الفكرة اللي نحن حاولنا نجسدها في هذا الفيلم، بأن من هؤلاء الدواعش التي يتكلموا عنها ويذكرونها في عدن في عدن في عدن. كنا الدواعش هم موجودين، هم عبارة عن الأطفال والنساء، وهم هؤلاء، هل هؤلاء الذين يقتلوا في عدن أو تهدم منازلهم؟ يفتخر نيازي بفيلم الجوهر الذي حصد المرتبة الثالثة في مسابقة أقامتها دولة قطر العربية، حيث ناقش الفيلم الجوهر الحقيقي للإنسان وأن الأخلاق الحميدة غالبا لا علاقة لها بالمظهر الخارجي. فيلم الجوهر أنا شاركت فيه في مسابقة في دولة قطر، وكان فضل الله علينا أن احنا حصلنا على المرتبة الثالثة في الفيلم في من ضمن المتسابقين، تقريبا 10 متسابقين، 10 مراتب كانت نحن حصلنا على المرتبة الثالثة. الفيلم يتحدث عن الأخلاق، وأن هذه الأخلاق ليست مظهر للإنسان، يعني أنت الإنسان لا تحكم عليه على مظهره، وإنما ما مكنون في قلبه. الإنسان قد يكون في مظهره مثل ما نحن نقول عندنا في عدن وكذا، إنسان هبز مثلا نحن نقول. اتساع مجال صناعة الأفلام الوثائقية في عدن حلم يراود نيازي الكشي دائما، وبأن يكون لتلك الأعمال أهداف سامية تدفع المجتمع والوطن نحو الأمام. لكل موعد وقت وأذان، وهقد آذن وقت الرحيل، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة، وإلى اللقاء.